واشنطن ارحب بمراسل العربي عماد الرواشدي. اهلا بك عماد. بعد ايام من التفاؤل الامريكي، البيت الابيض يشعر بتشاؤم حيال امكانيه عقد صفقه لتبادل الاسرى. اين تكمن العقبات والفجوات وفق الرؤيه الامريكيه؟ الرؤية الأمريكية اليوم بدأت ولو بشكل تدريجي تحمل المسؤولية لحماس. التقرير الذي نشرته واشنطن بوست اليوم دال في الحقيقة من أكثر من جهة. أولا، هو يبدو هو مستند إلى تسريبات من الإدارة الأمريكية، يجب أن أقول، ويبدو أنه تمهيد لإعلان الولايات المتحدة أنها عاجزة عن التوصل لاتفاق. التقرير ختم بالقول بأن، وعلى لسان أحد المستشارين في حكومة أو في إدارة باراك أوباما السابقة ومستشار بارز، يقول بأن على الولايات المتحدة أن تقر في لحظة ما بأن استراتيجيتها في التوسط والتفاوض غير ناجحة وأنه لا يوجد بدائل. وكنا سمعنا سابقا كما تعلم في تقرير أيضا سربته واشنطن بوست من الإدارة الأمريكية من مسؤولين داخل الإدارة، يقول بأن هذه آخر محاولة للولايات المتحدة وأنها سترفع يدها من الوساطة في حال لم تتمكن من التوصل إلى إقناع الأطراف المختلفة بالتوافق على هذه الصفقة. المسؤولية كما أشرت تحملها الإدارة الأمريكية حتى الآن بشكل طبعا موارب، من غير أن تتبناها بشكل رسمي، لكن عبر التسريب لوسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية أيضا، لأن هذه الأنباء أيضا نشرت في الصحافة الإسرائيلية، تحمل المسؤولية لحماس بطرحها مطلبا جديدا يتعلق بالأسرى، من غير الواضح ما الذي تطلبه حماس بالضبط. حتى تقرير الواشنطن بوست اليوم لم يشر بوضوح إلى طبيعة وماهية مطلب حماس. هو أشار بالتأكيد إلى أن بنيامين نتنياهو كان عقبة في وجه التفاوض في الأسابيع الماضية، لكنه وكأنه أراد القول بأن اليوم فشل المحاولة الأمريكية الأخيرة يعود لتعنت حماس، ونقل عن بعض الأعضاء في مجلس الشيوخ قولهم بأن الولايات المتحدة تبذل مجهودا أكبر من المجهود الذي تبذله الحكومة الإسرائيلية، دون أن يؤدي الأمر في نهاية المطاف لأي نتيجة ملموسة. أشكرك عماد الرواشدي من واشنطن.